السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم أبنائي الطلبة مرة تانية في قناتكم بوك أن فن. النهاردة إن شاء الله بإذن الله هنبدأ مع بعض أولى دروس وحلقات بإذن الله كونكت بلس 3. كانت في حلقات قبل كده متسجلة، بس أنا حابة أن أنا أعيدها تاني معاكم. الحلقات ديت من البداية للأبطال الجدد اللي داخلين إن شاء الله معانا النهاردة السنة دي، لأن في برضو شوية إضافات كده، فحابة أن الكل يستفيد منها، اللي معاه الكتاب أو اللي معهوش. تمام، هنبدأ إن شاء الله مع بعض النهاردة الكتاب. الكتاب بادئ كده في البداية زي يعني عامل زي مراجعة كده على البنك تويشن ماركس اللي احنا كنا أخدناها قبل كده في على مدار برايمري 1 و 2، امتى بحط كابيتال ليترز وامتى بحط بيريود اللي هي الابوستروف اللي هي الدوت يعني الفول ستوب، وامتى بحط كويشن مارك وامتى بحط اكسكليميشن مارك علامة التعجب والكوما والابوستروفي والكلام ده كله. تمام، وبعد كده دخلنا على الستيتمنت والامبيراتيف وانتراجاتيف، ازاي اعمل جملة اكونها تبقى شكلها عامل ازاي. لو حبيت ان انا اعمل جملة امرية برضو بتبقى عاملة ازاي، ونفس الكلام في الـ question بنوعينه اللي هو WH question والـ yes or no question. وبعد كده بندخل على بعض مع بعض على طول على theme 1، هناخد unit 1 في اللي هو بعنوان at the track. يلا بينا نبدأ عشان المنهج ايه يعني حلو شوية، عايزين نلحق نخلص ان شاء الله مع بعض. تمام، هناخد النهاردة ان شاء الله lesson 1 من unit 1 اللي هو بعنوان at the track. تمام، هنقرأ مع بعض ال conversation اللي موجودة هنا، ال reading، قطعة ال reading اللي هنا، ونتناقش فيها بعد كده ان شاء الله ورا. Today we are at the track. There is a big sports event. Lots of athletes from different schools are competing. Look, they are wearing red, blue, green, and black. There are competitions running, jumping, and throwing. I'm watching the long jump. I think the athlete wearing red will win. يلا نشوف مع بعض هنا today اللي هي بمعنى اليوم. لازم لما بتيجي today أو yesterday أو tomorrow في بداية السنتنس بحط بعديها كوما. نخلي بالنا من البانكتويشن ماركس واحنا ماشيين كده، الحاجات الأساسية اللي لازم تبقى موجودة هقول لكم عليها. الكوما هنا موجودة معانا في أكتر من مكان، فنحاول إن احنا إيه نركز فيها. فهنا بعد today بحط الكوما. We are at the track، يعني احنا فين؟ في التراك. At the track there is a big sports event. وخدوا بالكم من sports ديت هنشرحها ورا بالتفصيل. sports event يعني حدث رياضي. lots of athletes from different schools are competing. هنا عندنا التنس بتاع الكويشن السنتنس بتاعتنا ديت are competing، هو الفيرب المفروض compete زي ما هناخده دلوقتي اخره اي، بس احنا شلنا الاي وحطينا اي ان جي عشان الفيرب قبليه فيرب تو بي اللي هو are، عشان ده زمن البريزنت كونتينوس المضارع المستمر. وبعد كده هنا انتهت الجملة فحطينا dot أو period أو full stop. وبعد كده بيقول له إيه؟ look. فطبعا هنا إيه في اندهاش وتعبير عن الإيه الاندهاش أو المشاعر أو كده، فلازم بحط بعديها إيه exclamation mark. لو قال لي stop برضو نفس الكلام، listen في بداية الجملة كده ماشي، وبعديها they are wearing red blue green and black. دي كلها colors، الريد والبلو والجرين والبلاك دول colors. تمام، زي ما احنا شايفين في الصورة عندنا ان 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 اللي لابس ريد لابس ريد بس، وبلو وادي جرين وادي بلاك. تمام، مفيش حد لابس الالوان كلها مع بعض، لا هو كل لون لوحده، صح كده؟ يبقى طبيعي جدا ان احنا واحنا بنكتب طالما دي كلها colors والوان مع بعضها ان انا افصل بصوا بايه؟ بكوما. برضو بعد ريد احط كوما، blue comma green comma and قبل اخر واحده بس بحط ايه and. يبقى انا بفصل بالكوما دي بين الايه الكلمات اللي من نفس النوع. تمام، there are competitions، يوجد للجامعة competitions in running jumping and throwing. برضو احنا عندنا الرانين والجامبين والثروين كل دولت ايه
سبورتس رياضات صح، لازم افصل بينهم بايه؟ بالكوم، ادي رانينج كوما جامبينج كوما اند، عشان خلاص اخر واحده الثروينج مش هقول تاني اي سبورتس بعدها، فبقول اند ثروينج. تمام. ام واتشينج ادي بريزنت كونتينوس تاني اهوت، ادي فيرب تو بي ام، وبعديها ايه الفيرب واتش وفي اي ان جي. ام واتشينج ذا لونج جامب، I think أنا أعتقد the athletes wearing red will win، إن اللاعب الأولمبي اللي لابس أحمر هو إيه اللي هيكسب. تعالوا نشوفوا هنا الكلمات معانا، athlete اللي هو لاعب ألعاب القوى، compete أهي آخرها إي بس لما بنيجي نحط لها أي إن جي بنشيل الإي وبعدين نحط الأي إن جي، race medal win اللي هو يفوز، track jump measure s u r e جر على طول، اول ما الاقي s u r e دول مع بعضهم كده السلبل على بعضه اسمه ايه جر measure يعني يقيس، distance مسافه، throw يرمي. السبورتس اللي عندنا running jumping throwing long jump تمام، sports event field ball competition. تمام، يلا نشوف الناونز اللي عندنا، someone distance school snack t-shirt winner parents month field يعني ايه الحقل الرياضي او الملعب يعني الساحة. هناخد بعض الادجكتيفز ونشوف ايه الديفرنت بتاعهم. تمام، اللي مكتوب اهوت والتاني انا هضيفه لكم، fast الاوبوزيت بتاعها ها slow easy difficult different الاوبوزيت بتاعها the same او similar. تمام، عندنا هنا ايه exciting الأبز بتاعها boring healthy الأبز بتاعها برضو unhealthy، وعندنا near الأبز بتاعها far، وعندنا الadjective tired يعني متعب أو تعبان. تمام، الexpressions دي المفروض ان احنا نحفظها زي ما هي كده بالprepositions بتاعتها بسلطاتها بكل حاجة، احفظها زي ما هي احسن لك عشان تلاقي الموضوع اسهل وايسر عليك، وحفظ جمل ده بيسر عليك جدا 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 انك تكتب سنتنس تكتب paragraph تكتب حاجات كتيرة جدا. احفظ جمل ما تحفظش كلمات، احفظ جمل ما تحفظش كلمات. تمام، فده طبعا دي مش جملة، ده جزء من جملة، يعني at the track دي كده مش جملة، هي تلات كلمات بس هما كلهم على بعض معناها ايه في المسار. تمام، يعني مش sentence ليها meaning معنى، لا لازم في verb ولازم في adjective لازم في subject فاعل. تمام، بس احفظ دي على بعضها كده expression على بعضه هيسهل عليك الدنيا خالص. تمام، at a sports event as far as you can، بصوا خدوا بالكم من as دي حلوة قوي، احنا ممكن نستخدمها في حاجات كتير. تعالوا نأزأز مع بعض. تعالوا as you can as، وحط هنا في النص الadjective اللي انا عايزها بقى، as far as you can as far as you can يعني ابعد ما يمكنك او ابعد ما تستطيع، as fast as you can اسرع ما تستطيع، ماشي، as high as you can يلا نط باعلى ما يمكنك، خلاص. يبقى هنا طبعا ممكن احط اي adjective بقى، يبقى as far as you can as fast as you can as high as you can. تمام كده، فهمنا مع بعض، ماشي. يلا بينا. warm up يعني يقوم بعملية الإحماء، يتمرن يعني يسخن. word about عشان ساعات بيجي لنا في choices البروبوزيشن ده حرف الجر ده، worried to worried about worried مثلا for، واحنا نبقى مش عارفين، لكن احنا لو حفظناها على بعضها worried about هيبقى الموضوع easier كتير اسهل جدا. try harder يعني يبذل جهد اكبر يحاول بشكل اعلى.
support a friend. Support a friend يعني يدعم أو يدعم صديق. كم second, كم second يعني إيه؟ كم second يعني يأتي في المرتبة الثانية. lot of طبعا كثير من. have to معناها يجب أن. around the field, around the field يعني حول الملعب. ready to, ready to يستعد لي. ready to دي غالبا بيجي بعديها infinitive عشان في فرق عصرية كده معلش بين ready أما بيجي بعديها to وready for الاثنين معناها يستعد لي. يبقى ready to مثلا do homework بيستعد لأداء الهومورك أو ready for school بيستعد لإيه للمدرسة بيلبس بقى اليونيفورم بتاعه والحاجات دي. يبقى ready to بيجي بعديها infinitive, ready for بيجي بعديها noun. تمام؟ الاثنين بمعنى يستعد لي بس يستعد لفعل شيء أو يستعد لحاجة. خلاص تعالوا نشوف مين أصحاب الدو. do exercise, do the long jump, do a throwing competition. do a throwing competition. do exercise معناها ان هو يقوم بعمل تمارين. do the long jump يعني يمارس رياضة الرماية. do a throwing competition يعني يمارس رياضة الرماية. do a long jump يعني يمارس رياضة الوثب الطويل. high jump و long jump. هاي جامب ولونج جامب. بص دولت ديت معناها ايه؟ ده نوعين ماشي الاثنين فيهم جامبينج بس واحد بينط كده بالعرض واحد بينط بالطول. يعني واحد واقف هنا الرياضي بتاعنا اللي بيلعب وبينط كده هنا بيبقى فيه ساند كتير رمل كتير وهو جامب كده. هما يقيسوا الديستنس دي ويشوفوا هي قد ايه. يبقى دي اسمها ايه؟ اسمها ايه؟ لونج جامب وثب طويل. لكن لما بيكون في عندنا هنا تو ستاكس كده طوال عمودين طوال جدا وفي هنا حبل كده وبيجي بقى اللاعب يبقى واقف هنا بعدين جامب فوق هنا كده وينزل. شايفين طلع لفوق ازاي؟ يبقى دي اسمها ايه؟ اسمها هاي جامب وثب عالي عالي. بيقيسوا برضو الديستانس دي الديستانس بين ما هو كان واقف هنا بين الارض وبين هنا كده دي يبقى دي اسمها ايه الايه الديستانس بتاعه الايه الهاي جامب. تمام فهمنا الفرق بين الاثنين ماشي معلش ده واخدكم معايا. هاو فور هاو فور هاو فاست هاو هاي هو واي وات دي كلها كويستشن ووردز احنا بنستخدمها طبعا كل حاجه للسؤال عن حاجه معينه وموجوده ورا بالتفصيل. ال present وال past وال past participle ال some verbs يعني عندنا هنا ايه compete زي ما قلنا هي اخرها e بقت competed. competed حطينا لها دي بس عشان اخرها e وبرده التصريف الثالث بتاعها competed دي بس. measure measured measured برده زودنا دي بس. لكن هنا jump jumped حطينا ال e دي عشان هي مش اخرها e. watch jumped watch watched watched hope hoped hoped. تمام نيجي بقى هنا للريجولر فيربز ديت win won won throw threw thrown hear. بصوا hear بقت ايه heard هي هنا الريجولر ليه عشان احنا حطينا لها د دي بس من غير اي دي مع ان هي مش اخرها اي. تمام heard heard get got got think thought thought wear wore worn run ran run. اوكي بعد ما نحفظ الكلمات ديت كويس جدا الفوكابري والافعال والكلمات ديت مهمه قوي هنحل ايه الجزئيه دي عليهم. هو اسئله تشوز هنحل كل مره ايه نختار الكلمه من بين الكلمتين اللي هم لونهم ريد دول هنختار كلمه واحده بس. عندنا هنا في بس يعني نوت مهمه قوي ان هو امتى بحط الفيرب انفينيتيف وامتى بحط الفيرب جيرند او في اي ان جي وامتى بحط ناون. في افعال بتحب الاثنين وفي افعال بتحب حاجه واحده بس وفي افعال يعني ايه ممكن يجي منها اكتر من حاجه. زي ايه مثلا عندنا هنا الفيرب بريفير بريفير يعني يفضل بيجي بعديه ناون وبيجي بعديه فيرب اي ان جي. يعني لما انا اقول اي بريفير سكواش اي بريفير سكواش اي بريفير فوتبول اي بريفير فيش
مثلا انا بفضل السمك، تمام. لكن ممكن اقول I prefer eating fish، I prefer reading than watching TV، انا بفضل القراءة على مشاهدة التلفزيون. لكن الفيرب like و love و enjoy بيجيش بعدهم noun، بيجي بعدهم الجرند اللي هو الفيرب الاي ان جي دوت، تمام، او to المصدر، بس دي حاجة مش علينا دلوقتي، اللي هي مثلا you prefer reading، I like throwing، she loves playing، I enjoy painting. شايفين كلها أفعال فيها إيه آخرها I N G. هنشوف هنا حاجة مهمة جدا برضو، هنا ده الشرح اللي احنا قلنا ورا، اللي هو بعد like يجي verb plus I N G، ودي examples عليها تانية اهي. عايزين بس نعرف ايه الفرق، ال difference between sport and sports، sport and sports، sport رياضة، sports رياضي، تمام. طب ايه الفرق بين سبورت وبين سبورتس؟ الفرق ان سبورت دي noun اسم، وسبورتس ديت اللي هي adjective صفة. طب يعني ايه مثل، يعني ايه المهم في كده؟ هقول لك ان المهم ان احنا لازم نبقى عارفين نوع الكلمة اللي عندنا، هل هي adjective ولا verb ولا noun ولا subject، مكانك فين في السنتنس بيتحدد على حسب نوعك، تمام. طيب كلمة سبورت دي اللي هي بمعنى رياضة دي noun، تمام، وهي countable noun، يعني اسم ممكن ان انا اعده، يعني ممكن يجي سبورت رياضة واحدة، ممكن يجي سبورتس احط لها اس، سبورتس يبقى رياضات، خلاص. برضو طب هعرف ازاي الفرق بينها؟ من حسب موقعها في الجملة. تعال نشوف السنتنس اللي عندنا دي ونحلل كل واحدة. My favorite sport is tennis، My favorite sport is tennis، تمام. هنا معناها ايه بقى؟ رياضتي، ها، رياضتي المفضلة هي التنس. my possessive adjective، تمام، favorite جت صفة، لأن بعد ال possessive adjective صفة الملكية لازم يجي صفة، ده كلام من سنة أولى بقى عارفينه، تمام. my favorite لو متلخبطين في صفات الملكية هنلاقوا فيه في القائمة بتاعت connect plus primary one شرح بالكامل ليها، تمام. my favorite يبقى my favorite sport ده ايه؟ اسم، عشان favorite دي adjective صفة، فالصفة لازم يجي بعديها اسم، خلاص، يا اما يجي قبلها verb to be زي ما هنشوف دلوقتي. وهنا is tennis، is ده الفعل بتاع السنتنس بتاعتي بتاع الجملة، وtennis ده الايه؟ النوم، تمام. طيب playing sports is healthy، playing sports is healthy، playing sports ديت ايه؟ كلها على بعضها كده ديت النون اللي هي معناها ايه؟ ممارسة الرياضة. الفيرب عندي is وجا بعد is جا adjective تانية اللي هي healthy، تمام. I play sport every Friday، انا بأمارس او العب الرياضة، يبقى I دي الايه؟ ضمير الفاعل بتاعي، play ده الفيرب، ها، sport ده noun، خلاص، اللي هو المفروض ايه بقى هنا؟ جه بعد الايه؟ الفيرب، تمام، ما جاش هنا قبليه adjective، فما طالما دي مش adjective يبقى دي اكيد مش adjective برضو، صح، ما بيجيش اتنين كده ورا بعض. every ده ظرف، او every Friday كلها على بعضيها ايه؟ preposition of time، تمام. طيب اما الكلمة sports دي ديت adjective وما بتجيش غير بالشكل ده، ما بتجيش بشكل تاني خالص، sports اللي هي ايه؟ رياضي، يعني اقول sports club نادي رياضي، sports star نجم رياضي، sports player لاعب رياضي، تمام، sports t-shirt t-shirt رياضي، sports car سيارة رياضية. يبقى لازم بعديها لازم يجي noun عشان هي adjective، ما تجيش في نهاية الكلام، ما تجيش بعد الverb وما وراهاش حاجة، لا لازم يجي بعديها ايه؟ noun. زي هنا كده علي drives a sports، لازم اكمل، لازم sports ايه؟ sports car سيارة رياضية، تمام. علي دي الadjective بتاعتنا، drive ده الفعل، a sports، ملاحظين كلمة sports دي فيها اس، صح، بس دي مش plural، دي مش جمع، دي مفرد، بدليل ان جاء قبليها a، والa دي عشان كلمة car، لان الادجكتيف ما بيجيش قبليها اي ارتكل ولا ا ولا ان خالص الا لو في بعديهم ناون، ا سبورتس كور، تمام،
زي هنا Laura wears a sports uniform. Laura دي السبجكت بتاعي الفاعل, wears ده الفيرب, a sports دي adjective صفة, صفة لمين؟ لليونيفورم. ما قلتش a school uniform زي ايه؟ مدرسي, صح كده؟ لا انا قلت a sports uniform يعني زي رياضي. يبقى كلمة sports دي هنا adjective, جاء قبليها a عشان في بعديها noun اسم. تمام, اتمنى تكونوا فهمتوا الجزئية ديت لان هي مهمة, ممكن تيجي في الاختيارات عشان ما نتلخبطش ونبقى واثقين من اجابتنا. ذاكروا كويس الجزئية دي. تمام, عندنا هنا طبعا exercises كتير, ونراجع على ال question words كل واحدة بتسأل عن ايه, ونحل الحاجات دي كلها بقى عشان نبدأ مع بعض يلا في الايه, في ال future. ال future عندنا هنا هنستخدم future simple with will, future simple with will. تمام, we use will before the verbs that we think and expect happen in the future. يعني احنا بنستخدم وين يا ولاد لما will sorry لما بكون قبل, بحطها قبل الفيرب اللي انا بعتقد او بتوقع حدوثه في المستقبل. هنفهم دلوقتي ازاي لما ناخد الاكزامبلز اللي عندنا. طب الفورميشن بتاعته ايه, هي تكوينه ازاي؟ بكتب السبجكت وبعديها will وبعديها لازم infinitive, ولا فيها اس ولا فيها اي ان جي ولا فيها اي دي, ولا الفيرب ان انفينيتيف بيس فورم. اوكي, زي هنا اي ثينك اور سكول ويل وين, انا اعتقد, يبقى ده اعتقاد شخصي, اجتهاد او راي شخصي غالبا للشخص اللي بيكون بيتكلم. اي ثينك اور سكول مدرستنا ويل وين ذا ريس. تمام, اي هوب جوري ويل win the competition, انا اتمنى او اامل ان جوري ايه تفوز في الكومبيتيشن. طب لو عايزه انفي, اعمل نيجيت للسنتنس, النيجاتيف فورم بعملها ازاي؟ بكتب السبجكت بتاعتي وبكتب will not بلس انفينيتيف. خلي بالك ان will الشورت فورم بتاعتها اللي هي apostrophe double l will not, بصوا الشورت فورم بتاعها want. اوكي, طيب زي هنا they want to visit their uncle, هم مش ناويين ان هم يزوروا عمهم. It won't be easy to win the race, لن يكون من السهل ان احنا ايه نفوز بال ايه بالسباق. ال yes or no question هيبقى عندي easy وسهل جدا. ليه؟ لان انا عندي will, ف will دي يا ولاد اسمها model verb. Model verb يعني ايه؟ يعني زيها زي ال auxiliary verb او ال helping verb اللي هي do و does و did. خلاص ببدأ بيها السؤال وبيكون معناه هل. تمام كده, يبقى ببدأ بويل وبدخل السبجكت جوه وبعديها الانفينيتيف. تمام, بما ان ده سؤال بادئ بمودل فيرب اللي هي ويل يعني معناه ول هل, يبقى الانسر بتاعتي يا اما يس يا اما نو. يس وسبجكت ويل او نو سبجكت وانت. زي هنا ايه, ويل يو جو تو سكول تومورو, Will you go to school tomorrow? رايح school tomorrow? Yes, I will. أو yes, I will. طيب هنا, will he be good at the competition? No, he won't. لا, مش هيكون جيد في الايه, في المسابقة. ال WH question نفس التركيبة اللي فوق دي, بس بزود قبلها ال question word اللي هي أداة الاستفهام. يبقى عندي question word, will, subject والانفينيتيف. تمام, ونشوف هنا عندي example. ها, when will you come to the party, امتى ناوي تيجي البارتي؟ we will come to the party at, اهو جاوب عشان هنا سائل ب when. when did ask for time, يبقى انا اجاوب بتايم, at 10 o'clock. where will she go tomorrow, where will she go tomorrow, she will go to the club. سائل ب where, يبقى ask for a place اللي هو to the club tomorrow. تمام, الكي ووردز اللي بتدل على الفيوتشر عموما بكل انواعه عندي ايه, tomorrow, next week بقى, next month, next friday, next holiday, next trip, next اي حاجه. تمام, in the future في المستقبل, tonight هذا المساء, think يعتقد, وسون قريبا. طيب احنا عندنا يا ولاد للفيوتشر أربع أنواع, عندنا will وعندنا
بي جوينج تو، وعندنا present simple وعندنا present continuous. الجزئية دي البيج دي مهمة جدا، ان انت تعرف ازاي لما يجي لك choices، لما هتيجي بقى تاخد يونت 2 ويبقى عندك النوع التاني من الفيوتشر اللي هو بي جوينج تو، هيجي لك اسئلة تختار تحط يا ويل يا تحط بي جوينج تو. تم الاتنين فيوتشر يا مس، انا هعرف ازاي؟ هقول لك هتعرف ازاي بالجزئية دي، لان الحاجات دي الحالات اللي بيجي معاها ويل، فعشان كده كان لازم نجيبها هنا الاول. لما نيجي ناخد بي جوينج تو هناخد برضو الحالات اللي احنا لازم استخدم فيها بي جوينج تو للتعبير عن الفيوتشر. عندنا هنا ال prediction, promises, quick decisions, future facts, request help, offer help, warning. تعالوا نشوف واحدة واحدة. predictions اللي هي ايه؟ التنبؤات. انا بتنبأ بحاجة. يعني ايه اتنبأ؟ ان انا اتوقع حدوث شيء في المستقبل، بكرة، كمان ساعة، الأسبوع الجاي، السنة الجاية، كمان 20 سنة، كل ده اسمه future. تمام، أنا بتوقع حدوث شيء بس أنا ما عنديش دليل، هو مجرد اجتهاد أو مجرد رأي شخصي غالبا للشخص اللي بيتكلم. يعني لما أقولك I think it will rain tomorrow، I think it will rain tomorrow، أعتقد إن الدنيا هتمطر أو هتشتي بكرة، ما عنديش أي دلائل طبعا، الله أعلم، بس بقول إيه، I think، أنا أعتقد. البروميسز عندنا اللي هي الوعود، زي مثلا اقول لك I won't do it again I promise، I won't do it again I promise، انا مش هعمل كده تاني، مش ناوي ان انا اعمل الشيء الغلط دوت تاني. تمام، I promise، انا اعدك، بوعدك ان انا مش هقدر، يعني انا مش هعمل الحاجة دي تاني، يبقى ده promise، يبقى استخدم will. الكويك ديزيشن يعني احنا قاعدين دلوقتي وفجأة سمعنا صوت دوشة بره، احنا ما كناش عارفين ان يبقى فيه صوت دوشة، بس احنا سمعنا صوت دوشة عالي قوي، فمش عارفين نسمع او نركز، فهنعمل ايه؟ هنقوم بسرعة نقفل الايه، الويندو، الشباك. يبقى اقول it's noisy outside، ياه الدنيا دوشة بره، it's noisy outside I'll close the window، انا هقفل الايه، الويندو. لازم اقول will، لازم اقول هنا will، ليه؟ عشان دوت فعل هيحدث بناء على الحاجة اللي حصلت فجأة دي، يبقى ده قرار مفاجئ، يبقى ده قرار مفاجئ. هو كل المطلوب منكم يا ولاد دلوقتي ان انتوا تبقوا فاهمين، ان انت ما تقولش ان ده prediction ولا promise ولا quick decision ولا future facts ولا الكلام ده كله، بس تبقى عارف، تبقى عارف ده بيتنبأ بحاجة، دوت promise، هتلاقي كلمة I promise مثلا، أنا بوعدك، هتلاقي quick decision حاجة حصلت يبقى أنا لازم أعمل بناء عليها حاجة تانية، يبقى ده كده إيه، quick decision. تمام، future facts، إيه بقى future facts ديت؟ يعني لو أنا جيت سألتك قلت لك how old are you، how old are you، هتقول لي إيه مثلا I'm 9، أنا عندي 9، صح؟ طب لو قلت لك how will you be next year مثلا، هيبقى عندك كم سنة السنة الجاية؟ هتقولي surely I'll be 10، هقول لك are you sure، انت متأكد؟ طب طبيعي يا مس، يعني انا السنة دي عندي 9، يبقى اكيد السنة الجاية يبقى عندي ايه، عندي 10. اقول له طب مش السنة، مش يمكن تبقى ربنا يكرمك كده وتبقى 13 ولا 14؟ هتقولي ازاي يا مس، ما ينفعش، طالما انا عندي 9 دلوقتي يبقى السنة الجاية لازم يبقى عندي 10، طب يعني مش ممكن تفضل 9، طب ما ينفعش تبقى 5، يبقى دي، يبقى انا مش هينفع، انا بتكلم في ايه، شيء طبيعي جدا، صح؟ يبقى هي دي اسمها future، مستقبل، fact، الحقائق، حقائق مستقبلية، يعني حاجة بالتأكيد لازم هتحصل في المستقبل، ما فيهاش جدال ولا يعني ان انا اتناقش فيها. يعني my birthday is next Monday، عيد ميلادي الاسبوع الجاي، ده عيد ميلادي، يعني عمري او سني، فما فيش فيه خلاف، مش هتكلم فايه في حاجه فيه، ان هو ممكن يبقى اكتر او اقل او يفضل زي ما هو، ما ينفعش اصلا، صح؟ يبقى هقول I will، I'll be، اهو المصدر اهو be، ما اقولش I'll am، مع ان I بتاخد في العادي am، بس جه معاها will يبقى لازم تاخد be، I'll be 13، هيبقى عندي قد ايه، 13. تمام، الحاله نمبر 5 عندنا request help، يعني انا لما اجي اطلب المساعده من حد لازم استخدم ايه، will. هقول له ايه، will you help me، will you help me do my homework، will you help me do my homework، ممكن تساعدني ان انا اعمل الهومورك بتاعي،
تمام. المفروض لما يجي يجاوبني بقى يقول لي sure مثلا I will، أو يقول لي مثلا sorry I can't، أو sorry I'm busy، يعني يعتذر ويقول لك إيه أنا آسف أو مش هقدر أو أنا مشغول. تمام. offer help يعني يعرض بقى المساعدة على حد. I'll help mom، أنا هساعد ماما carry the bags، إن أنا أحمل إيه الحقائب معها. ال warning التحذير، مامي أكيد بتستخدمه معاك كتير. I'll go alone if you don't get ready. I'll go alone if you don't get ready، يعني أنا هروح لوحدي خلي بالك لو أنت ما جهزتش. تمام. قاعد بقى تتدلع وتلعب وما لبستش وما جهزتش، فمامي هتقول لك إيه I'll go alone if you don't get ready، هروح لوحدي لو أنت إيه ما جهزتش معايا. تمام. طيب عندنا هنا will دي بقى بتساوي ايه؟ بتساوي كل الناس الحلوة ديت، خلاص، اللي هي هتساعدني قوي في السؤال ده او في حل سؤال الري رايت، ان انا ابقى عارف ان ويل دي امتى استخدم ويل، او ساعدني برضو في سؤال اللي تشوز امتى استخدم ويل، لما الاقي اي ثينك نوت شور هوب يامل او يتمنى، ها بريدكت بروبابلي perhaps maybe promise again think not sure think not sure hope predict probably perhaps probably perhaps maybe promise maybe promise maybe promise. تمام. حاولوا تحفظوهم كده ايه يعني بالنغمه كده عشان تركزوا فيها. الكتاب هنا بقى من ضمن الحاجات الجديده الجميله جدا الرائعه اللي هو يور جايد، اللي هو هيرشدك وهيكون بيساعدك ازاي تحل سؤال الري رايت. تمام. اول حاجه عندنا هنا نو شي وونت كام تومورو، نو شي وونت كام تومورو، هي مش ناويه ان هي تيجي ايه تومورو بكره. خلاص. وجاب لي هنا بين ايه توين براكتس قال لي ويل، وجايب لي ويل كابيتال، يبقى انا لازم هبدا بيها في البدايه. تمام. يبقى دوت هنبدا بيها، يبقى ده سؤال، لان احنا قلنا ان ويل ديت اسمها مودل فيرب، يبقى لما هتيجي في بدايه الجمله كده بالشكل ده يبقى ده كويستشن. تمام. ويل شي كام تومورو، will she come tomorrow، هل هي ناوية تيجي غدا، يبقى عندما يبدأ نبدأ ب will فيكون سؤال بمعنى هل، لذا نحذف النو ونحول النوت دي إلى will اللي هي في بداية السؤال. تمام. طيب will you play football، وقال لي إن أنا أحط إيه نو، هجاوب بإيه بنو، هقول له إيه نو I won't. في الحالة دي إحنا عملنا إيه هنا عند الإجابة، قلنا ايه؟ قلنا ان احنا نحط نو ونبدل الويل مع الفعل. تمام. they went to the club yesterday، هنحط tomorrow، يبقى هقول they will go to the club yesterday، هنحذف yesterday ونحول went الى will والمصدر. تمام. تبقى will go. هنحل بقى الاسئله دي وهبعتها لكم ان شاء الله، عشان الحصه الجايه هناخد degrees of comparative، وإن شاء الله بإذن الله يكون سهل معانا. نذاكر بقى أول بأول، واستنوني الحصة الجاية. see you goodbye.